بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكم مره تانية في قناه زوكاتيك النهارده هنشرح الجزء الثاني من الريكورد ماكرو واللي ما على الجزء الاول ممكن يتفرج عليه من اللينك اللي فوق ده والجزء بتاع النهارده هيبقى متقدم شويه ازاي نعمل بحث او استعلام بضغطه زر يعني انا عايز هنا لو ده شيت موردين عايز في الشيت بتاع الاستعلام هنا يا بس اكتب الكود بتاع المورد وادوس بحث يطلع لي البيانات بتاعته كامله يا بس تكتب الرقم وتدوس على بحث. دي النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها في الآخر. طريقة التنفيذ هقسمها لكم على ثلاث أربع خطوات علشان خاطر الموضوع يبقى بسيط وسهل بالنسبة لكم وتقدروا تستوعبوه بسرعة. أول حاجة هنعملها هنروح على شيت جديد علشان خاطر ده المكان اللي احنا عايزين يظهر فيه نتائج البحث وممكن تسميه حتى إيه شيت الاستعلام مثلا. تاني حاجة هتعملها هتحدد انت هتعمل سيرش بايه هل بالكود ولا باسم المورد وليكن احنا هنعمل سيرش بالكود هناخد كده الكود اللي تحته كده كوبي ونحطه في المكان ده ليه انا خدت كوبي ما كتبتش كلمة الكود لان ممكن يكون في سبيس زيادة في حرف مكتوب غلط الكلام ده كله فاي اخطاء كتابية مش هيطلع لك نتيجة البحث فانت الاسلم وعلشان خاطر تتجنب الاخطاء دي ان انت تاخد كوبي بيست تاني حاجة احنا عايزين النتائج بتاعتنا تظهر فين؟ طبعا بتبقى تحت العناوين بتاعة الجدول يعني برضو انا عايز هنا كل البيانات بتاعة الكود ده تظهر لي هنا ايه بالتفصيل فانا برضو اخدت كوبي من من العناوين بتاعة الجدول وحطيتها هنا تمام انا كده مجهز الايه الشيت بتاعي الخطوة اللي بعد كده انا هعمل تسجيل للماكرو عشان يسجل الخطوات اللي انا هعملها واللي فيها بيظهر نتيجة البحث بروح على ديفولوبر وبعمل ريكورد ماكرو زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت ممكن تسمي الماكرو بتاعك فاحنا ممكن نسميه مثلا ايه سيرش وندوس اوكي هو كده ابتدى يسجل الخطوات اللي انا هعملها ايه اللي انا هعمله انا هعمل ادفانسد فلتر واللي ما يعرفش الادفانسد فلتر او ما اتفرجش على الحلقة ممكن يروح يتفرج عليها من اللينك اللي فوق على الشمال ده نرجع لموضوعنا تاني بروح على داتا بعد كده ادوس على ادفانسد ومن هنا بختار كوبي تو انذر لوكيشن لان انا عايز الفلتره تظهر لي هنا ما تظهرليش في الايه في الجدول الاساسي اول حاجه الليست range اللي هو الجدول اصلا اللي فيه البيانات الرئيسيه بتاعتي بعمل عليه select كله تاني حاجه الكارتيريا range ده المكان اللي انا هبحث على اساسه اللي هو الكود فانا بعمل select على الكوب وعلى الرقم اللي تحته اللي احنا هنبحث عنه وكلمة كوبي تو يعني انت عايز النتائج تظهر فين فانا عايزة كلها تظهر تحت العناوين دي وبدوس اوكي اول ما دوست اوكي ظهر لي كل المورد اللي هو الف ده الكود بتاعه كل الفواتير اللي حصلت في خلال السنة بعد ما عملت الخطوة دي الخطوة اللي بعد كده بروح على الديفولوبر ووقف الريكورد انا خلاص كده فهمت الريكورد اللي انا عايز لما اكتب هنا حاجة يظهر لي البيانات بتاعته كده ناقص الخطوة الأخيرة فقط وهي ان احنا هنعمل هنا زر للبحث هروح على insert وبعد كده آه باجي من هنا من الشيب اختار اي شيب انا عايزه وبعمل هنا كده واسميه البحث مثلا تمام كده ركزوا بقى معايا في الخطوة دي علشان ازاي نخلي الزر ده ينفذ لنا الماكرو اللي احنا عملناه يعني يعني كل ما اجي اكتب هنا كود وادوس على بحث يطلع لي النتائج باجي على الشيب اللي انا عملته ده بقف عليه كده وادوس كليك يمين هتلاقوا هنا كلمه اساين ماكرو بدوس على اساين ماكرو ده هيظهر لي هنا الماكرو اللي انا لسه مسجله اللي هو سيرش بعلم عليه وادوس اوكي هنا اما اجي اكتب اي آه كود يعني مثلا خلينا ناخد كود تاني مثلا اللي هو 0151 0151 واجي ادوس على كلمه البحث هيطلع لي النتيجه عايز اعمل سيرش مثلا على 0102 وادوس بحث بيطلع لي نتائج ال 102 فانا كده عملت عندي شيت كامل للبحث من غير معادلات من غير في لوك اب من غير اي تعقيدات بعد ما بتخلص شغلك على الملف وعايز تعمل سيف للشيت لازم تسيبه بصيغه الماكرو بتدوس اف 12 ومن هنا سيف اس تايم بتختار اكسل ماكرو انيبلد وتدوس سيف كده كده بتبقى انت سيفت الشيت بالماكرو اللي انت عملته ان شاء الله الفيديو اللي جاي هعلمك ازاي تحفظ التنسيقات بتاعه الطباعه يا دوب تدوس على الزرار بتاع الطباعه يطبع لك بنفس الشكل اللي انت عايزه يا يكون الفيديو افادكم ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله